ادوني دقيقتين اهدى. الصوت حلو. عندي صبح. صباح الخير. عندي مساء الخير عندكم. ميرو انتي مش ميرو. سامعيني؟ انا عايزه اعرف بس سامعيني ولا لا، عشان انا حاطه لو سامعيني قولوا لي انت سامعيني، وفي اي نويز في اي حاجه. ساره صباح الخير بس عندي، ومساء الخير عندكم. الصوت حلو. طب ممتاز، حلو، تمام. اول مره اعمل لايف. عايزه بس دقيقه كده. يدودي صحابي في اللايف وحشتوني. ربنا يخليكي، كلكو ذوق. بصراحه انا مش فاهمه اي حاجه من اللايف على فكره، يعني اعذروني بقى، دي اول مره اعمل لايف ومتوتره مش هنكر، يعني كنت متنرفزه قبل ما اطلع. اتعصبت على كل الناس اللي حواليا. ربنا يخليكي. طب تمام، حلو حلو، الصوت حلو، تمام. ده انا اول مره اعمل لايف يعني، فبالنسبه لي كده حلو. والصوره ان شاء الله. ربنا يخليك. تمام. لا حلو، خلاص يبقى كده انا هديت شوية. يا دودي دينا وحشتيني. دينا ودينا وحشتوني، وطنط ايمان. اللايف ده فيه كام حد؟ انا شايفه فوق 1700 عشان انا مش مركزه قوي. كله تمام. ميرسي، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي، كلك ذوق. انا اوريدي مش عايزه اطول اللايف بصراحه، يعني عايزاه يبقى اقصر ما يمكن. و مش عايزه اطول عليكم. اولا انا عارفه ان في ماتش كمان دلوقتي، ودي فرصه حلوه جدا بالنسبه لي ان اللايف مبقاش فيه عدد كبير. انا مستغله الفرصه دي. انا بحب جدا ان انا اطلع الصبح، ما بحبش اقعد في البيت. خليني اخش في الموضوع على طول. انا عملت اللايف ده. اولا انا شكرتكم طبعا على الصفحة على مليون فولور، بس طبعا كان لازم اشكركم بنفسي، فطبعا انا دلوقتي طالعه عشان خاطر اشكركم بنفسي، اقول لكم ميرسي جدا. المليون دول جم من الشير ومن التفاعل بتاعكم، من التعليقات. كل تعليق يعني كل تعليق بتعملوه بيزود ال ومعلش ما تزعلوش بقى، في صوت عربيات، في صوت حاجات. دلوقتي الجو برد شويه، بس انا في كاليفورنيا، فاوريدي كاليفورنيا ولايه مشمسه، يعني ده البرد بتاعنا. ربنا يخليك يا ميرو. تي مش ميرو، مش هقول اكتر من كده. مروه. انا هخش في الموضوع، عشان احنا ايه كنا عاملين اللايف ده اصلا عشان خاطر تعرفوا عليها شويه. في معايا شويه اسئله كده. لا خلاص انا هديت، انا كنت متوتره قبل اللايف بس خلاص انا هديت. هم فوش ناس كتير فا اوكي. فانا هاديه دلوقتي. الهنا والشفا.
لا انا بشوف الوصفات على فكرة من الاحتمال ان هي ما تنجحش مع حد، ومن الاحتمال انها تنجح مع حد، علشان خاطر في ظروف كتير جدا هي بتتحكم في الوصفات. يعني انت ممكن تتابعي شيف يكون بالنسبة لك هو المفضل ووصفاته رقم واحد بالنسبة لك، ليه؟ لانه انت صادف معاكي ان الشيف ده يعني بيستخدم نفس المكونات بتاعتك بالصدفة، هو بيستخدم نفس نوع الدقيق بتاعك، بيستخدم نفس الدهون او الزيت اللي انت بتستخدميه او الزبدة، الفرن بتاعه قريب من الفرن بتاعك، فبالتالي هتحسي ان انت طبعا وصفاتك ناجحة معاه تاني، بخلاف شيف تاني يحصل ان هو بيستخدم مكونات غير مكوناتك، الفرن بتاعه غير الفرن بتاعك، فده من هنا بيجي الاختلاف، من هنا بيجي انه انت بتشجعي فلانه وفلانه وصاحبتك بتشجع فلانه، او صاحبتك وصفاتها ناجحه مع فلانه، ده معناه ان كل الناس اللي موجودين في المجال ده وصفاتهم ناجحه، وكل الناس اللي موجودين او كل الشيفات اللي موجودين وصفاتهم ممتازه، ولكن من هنا بيجي الاختلاف من الحاجات دي. يعني مفيش حد وصفاته حلوه ومفيش حد وصفاته وحشه او حد مقاديره وحشه، مش عايزين نقول كده خالص، انا بحترم كل الوصفات وكل المقادير بتاعت الناس اللي في نفس المجال بتاعي واللي انا بقول عليهم دلوقتي زمايلي، فانا بحترمهم بصراحه وبحترم مقاديرهم وبحترم وصفاتهم وبحترم مجهودهم، وبالتالي انا ليا متابعيني اللي هو وصفاتي نجحت معاهم، فهيبقى عندي متابعيني هم كمان هيبقى عندهم متابعينهم اللي هم وصفاتي انا ما نجحتش معاهم، ودي حاجه عاديه جدا يعني، بس حبيت اوضحها. مفيش شيف مقادير وحشه وشيف مقاديره حلوه، كلهم بيبذلوا مجهود، يعني اكيد انا متاكده ان كلهم بيتعبوا كلهم بيبذلوا مجهود. اه شفتي طلعت لايف اخيرا. اكلتي المفضله محشي كرنب. لكن انت تخيلي انا بحب الكرنب جدا. اه انا معايا بكالوريوس علوم خارجه كليه علوم، رياضيات، تخصص رياضيات، مش طبخ، يعني اصلا مش طبخ. ميرسي يا عم ربنا يخليك. ربنا يخليكي. بس فكنت هتكلم بس على شويه نقط كده يعني اتسالت عليها، واللايف ده اعتقد ان هو هيفضل موجود، يعني انا مش عارفه انا ممكن اعمل ايه بعد لايف، امسحه او يعني اول مره اعمل لايف، هحاول ان انا ما امسحوش. انا اسمي ناديه. حلوه المعلومه دي جديده. انا اسمي ناديه وخريجه كليه علوم، مش هقول دفعه كام، مش هقول عندي كام سنه، اكيد 21 سنه طبعا، دي اجابه يعني انتوا اكيد عارفين انا عندي كام سنه، 21 سنه خلاص. ما تسالوش السؤال ده. ومتجوزه وعندي 3 اولاد وبحب الطبخ جدا جدا، الموضوع معايا مش دراسه، ما درستش طبخ اصلا، ده هوايه يعني حاجه انا بحبها، بدات من مامتي الله يرحمها، هي اللي دخلتني المطبخ وهي اللي علمتني، هي اللي خلتني اخش ابوظ في المطبخ واجرب يعني، وبعد كده بقى بدات ان انا انمي الهوايه دي واشتغل عليها. حاليا باخد كورسات اونلاين في البيكنج والسافريز والحاجات دي، لكن مش باخد دراسه بشهاده يعني، كلها كورسات اونلاين بفلوسي يعني، كل شهر او في السنه في الكورسات بتبقى بتدفع يعني سنويا، وبتتعلموا منها حاجات كتير حلوه قوي، وده غير بقى كمان التجارب اللي انا بجربها، ده غير ان في كتب، في حاجات كتيره يعني، مش لازم الواحد يبقى دارس طبخ يعني دراسه يعني. ربنا يخليكي. ميرسي. الصوت ماله؟ بلانا والشفا. البيتزا، البيتزا الايطالي دي بسيطه جدا ما فيهاش حاجه، البيتزا الايطالي دي وميه بس مش اكتر من كده، بس التكنيكس بس تعال هو الاهم حاجه يعني. عايشه في امريكا لانه انا يعني زوجي عنده شركة تطوير عقاري في دبي، والشركة دي ليها فرع هنا، انا ماسكة الفرع بتاعه هنا يعني، فاضطر ان انا اقعد هنا في كاليفورنيا عشان خاطر كده بس يعني، فعندي شركة تطوير عقاري هنا مع بقى الشركة دي، انا بتسلى بموضوع الطبخ كمان. الله يرحمها. تمام. لا مش هقول عندي كام سنة، الكلام ده ما يصحش. مش حد يسأل واحدة ست عندها كام سنة، انتوا عارفين الإجابة. اللايف فصل. ميرسي. البانيه انا عملت البوفتيك بنفس يعني نفس التكنيك بتاع البوفتيك، هو نفس تكنيك البانيه ولكن التتبيله مختلفه خالص. كمان كان في سؤال جالي على الكيك،
الكيك علشان خاطر يطلع كله متساوي وكله نفس السوا. في حاجة اسمها الكيك ستريبس، خزعبلية، المكونات الخزعبلية. الكيك ستريبس ده ممكن تشتروه من على الامازون، ممكن تعملوه في البيت. انا عملته على فكره في الفيديو بتاع تورته البلاك فورست، يعني ولق فويل وتحطه جواه مناديل عاديه، مناديل مطبخ عاديه مبلوله، وتقفلوا عليها وبعد كده تلفوه حوالين الكيك. الكيك هيطلع كله نفس السوا، هيطلع يعني هو بيخلي الحراره توزع كويس جوه. عندي قناه على اليوتيوب اسمها نفس اسمي، ناديه السيد، بس اليوتيوب شويه صعب يعني. يوتيوب حاليا يمكن ان شاء الله باذن النهارده اوصل 100,000. الفيسبوك احسن، الفيسبوك اسرع شويه، او اعتقد الفيسبوك شير عليه كويس، يمكن انتوا بتساعدوني بصراحه اكيد يعني. ربنا يخليك. ميسي، كلنا عندنا 21 سنه طبعا. ايوه 21، ووقفنا عند 21، مش هنطلع عن 21 خلاص. انا مصره على موقفي. لا لا 25، ايه 21. تمام. انا كمان جالي سؤال، في بنوته كانت سالتني على ترتيب المطبخ، والبنات الصغيره ازاي يعني المطبخ بتاعهم يبقى مترتب. مفيش حاجه، الموضوع بسيط. عشان تحبي المطبخ، عشان خاطر تدخلي المطبخ تبقي مبسوطه فيه، لازم المطبخ بتاعك يكون مرتب. يعني مثلا عندك البيكنج، حاجات بتاعت البيكنج اللي هو البيكنج باودر والدقيق والحاجات دي كلها موجوده في رف لوحده. الزيت والسمنه والحاجات دي كلها تبقى في رف لوحدها، الرز والمكرونه والحاجات دي في رف لوحدها، الشاي والقهوه الحاجات دي طبعا ليهم كورنر. يعني لازم تكوني مرتبه المطبخ بتاعك. اما كانش المطبخ بتاعك مترتب، مستحيل تخشي تقفي في المطبخ نهائيا. هتحبي الطبخ لما يبقى المطبخ بتاعك منظم، مهما كان المطبخ ادواته بسيطه ومهما كان المطبخ يعني بسيط، هتكوني مبسوطه. ربنا يخليكي. سمك، حاضر. انا عملت شوربه سي فود. عملت انا رايقه، بحب الروقان بصراحه. وفي سؤال تاني عشان بس اللايف ما يطولش عن كده. كان في واحده سالتني، في كذا حد سالني، انت ازاي بتحافظي على جسمك ورشاقتك والكلام الكبير ده وانت بتعملي الوصفات دي كلها؟ طبعا انا ما بحرمش نفسي من حاجه بصراحه، انا باكل كل حاجه. يعني بعمل الوصفه وانتوا بتشوفوا، يعني انا باكل منها في الفيديو، بس باكل بكميات قليله طبعا. يعني كل الكميه اللي انا بعملها دي ما باكلهاش كلها، بالاضافه لان انا كل يوم الصبح لازم امشي، يعني لازم اجري ساعه ونص كل يوم. يعني الرياضه مهمه جدا، وكمان لازم اعمل يعني مديتيشن، او اقعد اهدي اعصابي كل يوم كده، اقعد ربع ساعه كده ساكته ما اتكلمش مع حد، اطلع اقعد هنا كده الصبح ما اعملش حاجه خالص، اشرب القهوه بتاعتي واقعد كده في هدوء كده واروق اعصابي. دي حاجات كتير بتخلي نفسيتك مرتاحه. لو انت نفسيتك مرتاحه مش هتاكلي كتير، وهتحافظي على جسمك وتحافظي على شكلك. لو انت نفسيتك مش مرتاحه هتدوس لنفسك بتاكلي بقى ومبهدله الدنيا. وجبات دايت، انا عندي بلاي ليست كامله لوجبات الدايت، يعني في لسته كامله كده على القناه على اليوتيوب كلها وجبات دايت. ميرسي يا ساره، ربنا يخليكي. فطبعا انك انت تحافظي على وزنك دي حاجه بسيطه جدا، بالاضافه لان الميزان لازم يبقى موجود. مفيش حاجه اسمها ما اوزنش دي، عشان انا مش عايزه اوزن ولا عايزه اشوف وزني كام. لا، الميزان موجود وبوزن على طول. يعني ممكن اوزن كل كام يوم كده اشوف انا زدت ولا لا، وبالفعل ساعات بزيد كيلو 2 كيلو. اول ما بزيد ال 2 كيلو بتضايق طبعا، فبرجع اظبط نفسي. لكن لو سبت نفسي بقى ما وزنتش على الميزان وسبت نفسي كده يعني من غير وزن، اكيد هزيد. فلازم يكون في ميزان توزني نفسك كل شويه، تحاولي ان انت يعني تحافظي على جسمك على قد ما تقدري. مجرد اهتمامك ده هيخليكي دايما محافظه على جسمك. ولكن كلي كل حاجه، ما تحرميش نفسك. يعني انا مش من انصار الحرمان، يعني ان حد ما ياكلش حاجه خالص ده لا، ده حرمان. وبعدين في الاخر هيجي لك انهيار، هتعملي ايه؟ هتيجي في يوم تروحي واكله كل حاجه بالليل الساعه 2، انتوا عارفين طبعا اقصد ايه. ربنا يخليك. الجروب كمان، الجروب اللي انا عاملاه حلو جدا.
يعني دي حاجه كمان كنت عايزه اقولها، الجروب بتاعي الصفحه غير الجروب وغير القناه، القناه على اليوتيوب دي حاجه، الصفحه طبعا بينزل عليها برضو الفيديوهات دي حاجه تانية. الجروب انا عاملاه للوصفات اللي غير ناجحه قبل الوصفات الناجحه، يعني اللي وصفتها ما نجحتش قبل اللي وصفتها نجحت، مش عشان استعرض الوصفات الناجحه واستعرض شطارتي وان انا يعني وصفاتي مظبوطه خالص، لا بالعكس، الوصفه ما نجحتش تخش على الجروب تحط الوصفه وتقول الوصفه دي ما نجحتش معايا وانا استخدمت دي كذا وزبده كذا وكذا 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 وحصل كذا. الناس بقى اللي جربوا الوصفه قبلها ليه ما فيش صوت؟ ما انا بكلم نفسي كل ده ولا ايه؟ الصوت عامل ايه؟ طب حد يقول لي الصوت عامل ايه؟ عشان انا حاسه ان انتوا كنتوا شايفيني بتكلم وانا مفيش صوت، ده شيء مضحك جدا. البسبوسه على رمضان، ربنا والله اتمنى يكون في فعلا قبول، يعني دي حاجه اتمناها. نعمل اوديتيشن في وجود الاطفال، انزلي سيبيهم ما تعمليش اوديتيشن وهم موجودين خالص، ما ينفعش. انزلي كده اقعدي مع نفسك شويه وخدي بريك كده واقعدي كده، الصوت شغال تمام خلاص. وانا كمان بحبكم جدا طبعا، الحمد لله انا ما عنديش اي يعني اي تعليقات سلبيه على الصفحه، ودي حاجه جميله انا بحبها قوي مبسوطه بيها جدا، مش عايزه احسد نفسي يعني عليها. انا من الناس القليله اللي تعليقاتهم كلها حلوه والناس بتحبهم وما اعرفش ليه. بس دي حاجه حلوه يعني، وانا مبسوطه بيها جدا، واتمنى ان انا افضل كده واكون خفيفه عليكم وما ضايقكوش. كوكي حبيبتي. بس فكنت بقول ايه، انا نسيت انا كنت بقول ايه، فكروا لي طبعا كنت بقول ايه قبل ما اتكلم على المديتيشن والاطفال. على فكره الاطفال ساعات بيخلوا الواحد يعرف قيمه النعم اللي كان عايش فيها قبل ما يجيبهم، يعني فممكن تقعدي مع نفسك برضو يبقى نوع من انواع التامل، يعني انت كنت عايشه فين وكنت مبسوطه ازاي وبعدين حصل لك ايه. طبعا انا بهزر، يعني الاطفال دي حاجه جميله جدا، بس طبعا وهو برضو نوع من انواع تكفير الذنوب يعني، فما علينا. ربنا يخلي، الحمد لله، اتمنى كده، اتمنى كده طبعا، اتمنى كده. جميل جميل، الحمد لله جميل. انا بس يعني دي اكتر حاجه كنت عايزه اتكلم فيها، مش عايزه اقعد اسيبكم واقعد امسك الاسئله اللي كانت، ما بحبش يعني ما ابصلكوش، عايزه اشوف بس. لايت، حاضر، الدايت حاضر، انا هعمل دايت اكيد. الناس اللي مش بتحبوا المطبخ، مش بتحبي المطبخ عشان المطبخ بتاعك مش مترتب، صدقيني المطبخ لو مترتب هتبقي مبسوطه جدا فيه، تبقى عايزه تقفي فيه. انا المطبخ لما يكون عندي مش مترتب، وده بيحصل كتير مثلا بعد الفيديو بيكون الدنيا بهدله، مستحيل اقف فيه خلاص، يعني مش عايزه اقف في المطبخ. المطبخ ده لازم يترتب قبل ما اصور، ولازم يخلص يترتب بعد ما اصور، الا مش هبقى عايزه اقف في المطبخ. مهما كان المطبخ بسيط ومهما كانت الادوات بسيطه، مش لازم تجيبي ادوات غاليه قوي على فكره. طبعا من الطبيعي ان الشيف اللي بيجي بيعمل فيديو لازم يستخدم يعني حاجات كويسه وادوات نظيفه وحاجات غاليه والكلام ده كله، ده طبيعي لان هو يعني بيقدم فيديو لالافات وساعات لمئات الالافات وساعات لملايين، فما ينفعش ان احنا نستخدم حاجات يعني مش حلوه. انت ممكن امكانياتك ما تسمحش ان انت تجيبي الحاجات دي، وده حاجه عاديه جدا، فهاتي الحاجات البسيطه، المهم انها تكون نظيفه وتكون مرتبه بس مش اكتر من كده. انتي اصلا ان عندك استعداد تبقي شطوره، مش كان في سؤال تاني؟ تمام، عشان اعرفكم برضو على نفسي اكتر، انا قلت ان انا دارسه اصلا كليه علوم تخصص الرياضيات، عشان كده برضو المقادير شويه بالنسبه لي بتبقى حساسه. في كورسات باخدها بالاضافه للكورسات دي، انا كنت نفسي ان انا صراحه ادرس كولونري، بس لقيت ان الموضوع طويل وفي الكورونا دي صعب. ممكن بعد كده الخطوه دي فعلا اخدها ان انا ادرس الكولونري، يعني هنا ان انا اقدم فعلا في الكولونري سكول وادرس، وتبقى دراسه بقى سنتين وتبقى بعد كده بتخرج وشهاده. بس حاليا انا مكتفيه بالكورسات، مكتفيه بالتجربه وبالخبره اللي عندي. في حاجات انا بقعد اجرب فيها كتير، زي مثلا عندي وصفه البسكوت بتاع القهوه، بسكوت كوكيز حبيبات القهوه، ده الوصفه دي اوريدي موجوده انا ما اخترعتهاش، ولكن المقادير بتاعتها
انا اللي عاملاها يعني. قعدت مثلا اسبوع في البسكوت ده بالذات، بهدلت الدنيا اسبوع في المطبخ علشان خاطر اوصل المقادير تكون يعني متوفره في البيت عند كل الناس، عشان كنتوا متضايقين من الزبده، قلت لي انت كل وصفاتك فيها زبده، مع ان يعني البسكوتات في الغالب بيبقى فيها زبده، علشان اعمله بالمقادير دي. جربت كذا مره يعني، استخدمت مكونات كتير ورميت حاجات كتير وفرش كتير، وبعدين لحد ما ظبط، وبعد ما ظبط اتاكدت ان هو ظبط، ان عملته 4 مرات لحد ما اتاكدت ان هو فعلا مظبوط بالمقادير دي. فدي حاجه مثلا انا عملتها، متاكده ان انا عملتها بنفسي ومقاديري. لكن مش معناه انه احتكار للوصفه او حاجه، لا، الوصفات كلها موجوده، ووصفات مش حكر على حد، مفيش حد اخترع وصفه معينه. التشيز كيك، الدوناتس، الحاجات دي كلها موجوده من قبل ما انا ما اتولد، معلش يعني. فمفيش وصفه حكر على شيف، مفيش شيف هو اللي عمل الوصفه. لو انا عملت وصفه باسمي المفروض اسميها وصفه ناديه، او يعني اسميها اسمي ناديه السيد، لكن ما حصلش ان انا سميتها على اسمي. وفي حاجه اسمها كوبي رايتس، ممكن اطلب ان الوصفه دي تبقى بتاعتي على اسمي وخلاص، محدش يعملها وحدش واحتكرها يعني. لكن مفيش وصفه بتاعت شيف معين وهو اللي عملها. المقادير بتختلف من شيف للتاني، لكن الوصفه موجوده اصلا. الجروب بتاعي على الفيسبوك اسمه نادية السيد برضو، ما نادية السيد هتلاقوه بس بصورة مختلفة، انا الصورة بتاعته اللي هي القديمة. والقناة على اليوتيوب اسمها برضو نادية السيد، برضو بالصورة اللي هي بتاعت الصفحة اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي دي. بديل، طب ما هو دي القمح الكامل، اللي هو دي اللي هو دي بتاع الدايت ده، لوصفات معينة. وممكن تستخدميه على فكرة، ممكن تبدلي دي الابيض بدي القمح الكامل عادي. انا عملت الدوناتس المخبوزة، ما عملتش لسه المقلية، مستنية على المقلية شوية. حاضر. انا هحفظه اكيد، لانه الناس دلوقتي في ناس بتصلي العشاء، بعتوا لي يعني، في ناس بيتفرجوا على الماتش، فانا اكيد هحفظه يعني، وخصوصا ان ما حصلش فيه مشكلة. يعني انا مبوظتش الدنيا. حاضر، انزله على اليوتيوب. اوكي حاضر، انزله على اليوتيوب. المعجنات، كل الحاجات دي جايه طبعا، ورمضان طبعا يعني اكيد في حاجات كتير في رمضان جاي. انا عايشه في كاليفورنيا. انا كان في سؤال برضو تسالني ليه انا بقول ان انا في دبي وكاليفورنيا، لانه انا اصلا كنت في دبي قبل ما اجي على كاليفورنيا، وانا كنت وحاليا برضو ما بين دبي وكاليفورنيا يعني. لكن ومصر بنزلها طبعا في الاجازات، اي فرصه بتجيلي بنزل مصر اكيد يعني، عشان بابا واصحابي كل الناس هناك طبعا يعني، فلازم هنزل مصر. بس انا عايشه فين؟ عايشه في كاليفورنيا، وجوزي عايش في دبي. المفروض ان احنا يعني بنتنقل من هنا لهنا يعني. اهلا وسهلا، منورين منورين اهل ليبيا. حاضر، رمضان والعيد حاضر. طيب، كان في حاجة تانية عايزة أقول عليها. انتوا سألتوني اذا تعرض عليكي برنامج طبخ في مصر او امريكا هتحبي الفكرة، ولا بس هتكتفي بوجودك على الفيس او اليوتيوب. على فكرة انا مش قاعدة على الفيس واليوتيوب علشان خاطر الربح من الفيس واليوتيوب خالص، ده مش التارجت بتاعي وده مش هدفي خالص يعني. انا الحمد لله مش محتاجة الربح ده يعني، مش مفيد قوي بالنسبة لي يعني. انا اوريدي عندي البيزنس بتاعي، فانا الهدف بتاعي يعني بعد كده بشوية يعني، قدام شويه هتعرفوا الهدف بتاعي. لكن الهدف بتاعي مش ان انا اكسب فلوس من الفيسبوك او اليوتيوب، لا، لانه دي كده حاجه يعني تحت رجلي شويه. لا، انا هبص قدام شويه، وعندي طموحات اعلى من كده شويه. اكيد هاجي مصر في الاجازات طبعا، بنزل مصر اي فرصه بتجيلي بنزل مصر. حاضر، اكيد صيامي حاضر. انا عملت كيكه من غير بيض وحليب. على فكره الكيكه من غير بيض وحليب دي مش كيكه اقتصاديه ولا كيكه اصلا ساميه، دي طفره في عالم الكيك. الكيك اللي هو الشوكولاته ممكن يتعمل من غير بيض، ممكن يتعمل من غير حليب، بيتعمل بالقهوه وبس كده، بيتعمل بقهوه، بيطلع احلى من الكيك اللي بيتعمل بالبيض والحليب. جربوها. لهجتي قاهريه، انا من القاهره. لا، لهجتي قاهريه، بس انا عشان قعدت في امريكا هنا شويه لساني تعوج شويه يعني، لان بتكلمش عربي كتير، فبالتالي تلاقوا العربي شويه بتاعي يعني عجيب شويه، خزعبلي. انا مبسوطه جدا ان انتوا بتقفوا في المطبخ وبتعملوا حاجات ما عملتوهاش، ودي حاجه تسعدني. انا كمان في حاجه عايزه اقول عليها، انه انا لما بقدم وصفه ببقى مبسوطه جدا ان انا ناجحه معاكم، وببقى كمان يعني
يعني بعتبر انه ده حاجه زي ما بيقولوا كده عليه، يعني في ميزان حسناتي انا ان انا عملت حاجه او عملت خير، والدعوات اللي انتوا بتدعوها لي بتفرحني جدا. يعني انا مش ببقى طالبه اكتر من ان انتوا تقولوا لي دعوه حلوه او كلمه حلوه وبس، مش اكتر من كده، مش عايزه اكتر من كده. ولكن انا حابه اكد انه انا يعني عشان ما بقاش انا سبب انه حد تاني يتأذى، انا وصفاتي عادية جدا، يعني وصفات كلاسيكية انا ما اخترعتهاش، وصفات مقاديرها موجودة، انا بحاول ببذل مجهود عشان اجيب مقادير حلوة قوي. وبعدين انا ممكن ارمي مكونات مرة واثنين وثلاثة مش مهم، بس ما فيش مثلا 1000 واحد يرمي مكونات، ودي اسمها امانة. يعني الامانة اهم من اي حاجة، ان انا لما بكون واقفة بعمل فيديو ما ينفعش ان انا اصور الوصفة لاول مرة، يعني ابقى بجرب فيكم، ظبطت معايا بقى ظبطت بالحظ فتيجي معاكم انتوا ما تظبطش، لا حرام. والكلام ده القنوات اللي هم اللي لسه في الاول، لما تيجي تعملي وصفه عشان خاطر ربنا يبارك لك وعشان خاطر ربنا يكرمك وتنجحي، اعملي حسابك انه ان ربنا شايف انت بتعملي ايه. انت ارمي مكون ومش مهم، اعملي الوصفه وارميها بس تاكدي منها قبل ما يبقى حرام، يبقى فيه مثلا 1000 واحد يرموا المكونات دي. دي حاجه مهمه جدا انه يكون في امانه. يعني انا ما اقبلش انه حد حرام، في ناس امكانياتها ما تسمحش ان هم يشتروا كل حاجه، في ناس تجيب الحاجه بتبقى يعني خلاص يعني مش هتقدر تجيب تاني، فما ينفعش ان هم يرموا الحاجه دي بسبب ان انا كنت انانيه وان انا حطيت الوصفه يعني وخلاص عشان الفيديو ينزل ويجيب مشاهدات ومش مهم، مش هرد على حد وخلاص. فدي دي نقطه، دي انا يعني ده انا. وبالتالي لما البني ادم بيراعي ربنا في تصرفاته ربنا بيكرمه، بس مش اكتر من كده. عشان كده يمكن انا الحمد لله ما بجيش تعليقات سلبيه، حتى لو الوصفه ما نجحتش مع حد بيبقى التعليق لطيف جدا وفريندلي، يعني تقولي انا يعني انا زعلانه الوصفه، لان انا جربت كل وصفاتك بس دي ما انا عايزه اعرف انا عملت ايه غلط. يعني محدش بيقول لي انت مقاديرك وحشه، انت مش عارف، انت ما عندكيش امانه، لا خالص الحمد لله كل الكلام بيتقال لي حلو، وده اللي انا عايزاه وده اللي انا بعمله. زي ما قلت انا مش هدفي الربح يعني والتربح، ولكن عشان ما تقولوش انت مثلا مشغله في قناتك اعلانات لي، لانه للاسف القناه اللي متشغلش اعلانات معناها ان القناه سارقه فيديوهات، يعني والفيديوهات دي مش بتاعتها. اي حد بيشغلش اعلان عنده على القناه معناه ان الفيديو ده فيه عليه حقوق طابع، فيه عليه كوبي رايتس، فبالتالي ما تقدريش تحطي عليه اي اعلانات. فانا لما حتى جات لي فتره وقفتهم بنفسي، انا من شهر كده وقفتهم، قلت مش عايزه اعلانات اصلا. لما وقفتهم لقيت ناس بتقول لي ايه ده انت موقفه اعلانات ليه، اكيد الفيديوهات دي مش بتاعتك. رحت مشغليها تاني. كمان في حاجه عايزه اقول عليها، انه الفيديوهات في اليوتيوب والفيسبوك عندهم في سمارت، عندهم يعني ذكاء، يعني لو الفيديو اتاخد مني انا واتحط مثلا في قناه تانية بيجي لي نوتيفيكيشن ان الفيديو بتاعك ده متطابق مع فيديوهاتك 100%، خلي بالك شيليه حالا، شيليه، بقول لهم اه شيلوه، فبيشيلوه على طول. ف يعني بس حبيت بس برده النقطه دي اوضحها للناس. يعني بس في مش عايزه بقى اطول عن كده خلاص بقى، انا يعني انا بتاني نكفي عليكم كده بقى، انا بقى لي قد ايه قاعده بقى لي قد قاعده. وبعدين انا حبيت ان اللايف يكون في حته غير الاعلانات، لازم تبقى موجوده، علشان ده معناه ان القناه دي فيها ثقه، ان القناه دي محتواها مش مسروق. عشان تبقوا فاهمين ليه الاعلانات لازم تتحط، ولما بتتقفل بتبقى التعليقات سخيفه يعني للاسف، فبضطر ان انا اشغلها، لكن مش جايبه يعني همها بالنسبه لي انا، متفرش كتير ربي. يعني الكلمه دي اميرتنا المصريه في امريكا دي يعني بالنسبه لي فظيعه. فبس حبيت اكد على موضوع المقادير، ان انا اكيد المقادير يعني لازم اتاكد منها 100% قبل ما انزلها 100%. وعملت جروب مخصوص علشان التطبيقات، يعني الحمد لله انا واثقه في الوصفه لدرجه ان انا ممكن اعمل جروب وقاعده عليه ومتابعه الوصفات بنفسي، وكمان الاعضاء اللي على الجروب فريندلي جدا ولطاف جدا، بيجربوا الوصفات وبيحطوها، ولما في حد بيخش يعني يحط وصفه مثلا فيها مشكله بيردوا عليه بيقولوا لها انت عملتي ايه، لا احنا عملنا كذا، لا احنا استخدمنا كذا، لا الوصفه جميله وناجحه. ودي انا عامله الجروب عشان خاطر كده. انا طبعا مش بحب ان انا اطلب ان انتوا يعني ما بحبش، انا طبعا اوريدي حافظة خلاص، بقيت اوتوماتيك بقولها في الفيديوهات كلها، انا اسمي ناديه لو اول مره تشوفوني، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. الكلمه دي مش عارفه اوقفها، انا نفسي اوقفها بس مش عارفه اوقفها. فبالتالي انا لما بقول لايك وشير، انا اكيد طبعا انا عايزه ان القناه بتاعتي تكبر، وعايزاكم اكيد تشتركوا في القناه بتاعت اليوتيوب بتاعتي، لانه اذا اشتركتوا في القناه انا مجهودي بيبان. يعني كل ما تشتركوا في القناه كل ما انا مجهودي ما يروحش، يعني مش عايزه بس اقول اي حاجه يعني تتفهم غلط، بس وصفاتي تبقى فعلا منسوبه ليا فعلا.
بس فاشتراك القناة طبعا ده مهم لكده، مهم ان اسمي يتعرف، مهم ان انا احقق التارجت بتاعي اللي انا عايزاه في المستقبل اللي هو مش الربح من القناة خالص، لان دي حاجة بجد يعني بسيطة، مش دي اللي انا عايزاها. في حاجات كتير، في طموحات كتير اعلى من كده ممكن الواحد يبص قدام، يعني ممكن الواحد يكون عنده طموح واكيد هيحقق، حتى لو محققهوش هيوصل لحاجة قريبة منه شوية. فخلينا نبص يعني بعيد شوية. انتوا كمان دول صحابي، انتوا كمان وحشين يا ميرو. صحابي طبعا ربنا يخليهم ليا، حبايب قلبي، عشرة عمري في مصر، بقيت مش شفتهمش. فبس حبيت يعني أأكد على النقط دي. القناة عندي انا مش بحب كل شوية اقول لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة، اللي بتضايق بصراحة بحس ان انا برخم على الناس وبضايقهم، يعني لانه كل اليوتيوبر بيقولوا كده، فبالتالي انتوا اكيد فاهمين ان انا اكيد عايزة كده، لانه ده في مصلحتي طبعا ان القناة عندي تكبر والمحتوى بتاعي يبقى يعني يبقى معروف، واسم نادية يبقى معروف، ووصفات نادية تبقى معروفة، ده هينفعني انا في المستقبل. هتسيبي شغلك في البنك وتشتغلي في الطبخ وماله، ايه المشكلة؟ طب ايه المشكلة؟ ما انا كنت، ما انا برضو كنت بشتغل حاجة تانية على فكرة، يعني وريدي الحمد لله يعني سايبة تقريبا الشركة هنا ما بعملش فيها اي حاجة، وقاعدة بعمل لكم وصفة الطبخ دي. اعملي الحاجة اللي انت بتحبيها، اعملي الحاجة اللي انت بتحبيها وخلاص، بس ما تجيش دعوة بحد تاني. البدائل انا بحط بدائل في كل فيديو على فكرة، يعني انا لازم اقول البدائل، ما كتبتهاش بقولها. انا كمان شوية من الناس اللي ساعات بتسرح تلاقوني ممكن في الوصفة قلت حاجة غريبة، بس بتلاقوها مكتوبة في المقادير مظبوطة يعني، فدايما تبصوا على المقادير وتشوفوها هتلاقوا اكيد المقادير مظبوطة، لان انا ممكن اسرح يعني. ربنا يخليك، ميرسي والله جدا. راديو حاضر هغني لكم. طبعا يعني ناس كتير بتقولي على موضوع الصوت ده، انا مش شايفه ان صوتي حلو خالص، بالعكس انا شايفه انه انا صوتي يعني انا ما بحبش اسمع صوتي على فكره، يعني بتضايق لما بسمع صوتي، فانتوا كلامكم بالنسبه لي كنت مذهوله منه. اوكي حاضر. طب خلاص تمام، انا بقى ايه يعني انا شايفه انه كفايه كده النهارده، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، وخلاص انا عرفتكم على نفسي، واللايف ده كان عشان خاطر تتعرفوا عليا وبس، خلاص مش يعني كفايه كده خلاص. ان شاء الله اذا كان في فرصه ممكن نعمل لايف تاني، وممكن اللايف تاني يكون مختلف شويه، يعني انا برضو مش عايزه اللايف يبقى كله رغي وممل يعني، يعني مش عايزه ابقى بزهقكم شويه من رغي، ملوش في ناس مش مهتمه تسمع الكلام ده اصلا، فبالتالي هقفل اللايف دلوقتي، واتمنى لكم النهارده احنا بالليل، اتمنى لكم يعني سهره سعيده ولا ايه. وبس كده، وهقرا التعليقات وهعمل لايف تاني واي سؤال هرد عليه، بس ما كانش ينفع ارد على كل الاسئله في لايف واحد، لانه لايف اوريدي معاش بقى، مش متخيل انا كنت ناويه ان انا اخليه 5 دقايق مش نص ساعه يعني، فكده نص ساعه كتير. بس خلاص ميرسي. خلاص اشوفكم على خير بقى، يلا باي باي.